حتى هذه اللحظة داعمين لقواعد حرب مصر ونرى ان هي تسير في الطريق. قرار حزب المصريين الاحرار من اللحظه الاولى انه على المقاعد الفرديه هيقود الانتخابات منفرد، مش هيقودها ضمن اي تحالف على المقاعد الفرديه، عشان يقدر انه ينزل للناس ويقدم للناس برامجه وافكاره. اما على مقاعد القائمه فاحنا اخترنا ان احنا ندعم قائمه حب مصر. اعتقد ان الحكمين بتوع المحكمه الاداريه النهارده لا يؤدوا لتاجيل الانتخابات، قد يؤدوا لتطويل شويه الفتره بتاعه فتح باب الترشح، لكن في كل الاحوال احنا بنحترم احكام المحكمه وفي انتظار قرار بتاع محكمه القضاء الاداري. احنا حتى هذه اللحظه لم نستقر بشكل نهائي على عدد المشاركين. في كلام لم نستقر بشكل نهائي على عدد او اسماء، ولكن اللي احنا متوقعينه ان عدد او ده مش ده تصريح المفروض يخرج عن قواعد حكم مصر مش عننا، لان هم اللي بيقرروا، ولكن اللي احنا متوقعينه ان عدد المشاركين الحلم هيكونوا حوالي 11 شخص.